أربع أشهر وأنا أحاول أكشف الحقيقة، أربع أشهر وأنا أحاول أخلي البنت بخير وتعيش حياتها بدون تهديد. كل اللي جاني خلال هذه الفترة سبب تهجم اتهامات. في هذا المقطع راح يكون آخر مقطع راح أحكي به بالقصة وراح أنهي كل شيء. بالبداية حاب أوضح فكرة اللي قاعدين يكتبون إنه فلان مشتريك وما أدري شنو، شو تحسون؟ شايفيني شحاد وقاعد أشحاد من اليوتيوبر مثلاً؟ مرة تقولون جواني يعطيك فلوس، مرة تقولون رايدر يعطيك فلوس، مرة تقولون يارا تعطيك فلوس، يعني شايفين كلمة الحق لازم واحد ياخذ فلوس عمود يقولها؟ طبعا اللي رجع حكى بالموضوع هو هارون الشمري فهاشتاج كافي لواقة هارون. المهم المقاطع السابقة حطيت فيديو هين توضح بيها انه قمر الطائي مهددة من عبد الله لايف ستيج الله ياخذ هوية قمر واخذ لحسابهم صار يقول له ما بعطيك الحساب لما تدخل معي مقابلة. وبعدها يا حبابي تواصلت ويا عبد الله نفسه اللي قمر نفسه قالت انه هو مثل اخوها وعساس هم ثقة وهو مستحيل يكذب قمر، ولكن عبد الله فضح قمر وقصة كامل. أول شيء قال إنه قمر ونورمار أكو علاقتهم منتهية وهم ما يحتون ليا بعض، كل اللي بينهم كذب وتمثيل على المتابعين، حتى الستوري شفناه امبارحة حسب كلام عبد الله إنه هو عبارة عن كذب وتمثيل على المتابعين. وعبد الله هو صديق قمر وما يريد يضرها، فليش يكذب؟ أوكي حبايب، طبعًا صورت لكم بهذه الطريقة ما حد يقول لي هاي محادثات مفبركة ترى من جوال لجوال ثاني أو من جوال للابتوب مستحيل تتفبرك بعد، يعني هاي الإنستغرام قدامكم وهذه مراسلي يا حبايب ما يقول لي فهد قمر النور من زمان ما بقى تواصلوا بعض خلاص سكر كذا 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 ما أدري شنو هاي هنا لو دخلنا يا حبايب على حساب راح تشوفون إنه حساب دخل حاليًا هذا هو هاي المراسل اللي بيني وبينه. والتأكيد يعني انه هذا صوت عمود ما حد يقولها غير مقدر انا جاني ضيوف اعطيني شغلة ساعة ورجع فيب. ثانيا سألت عبدالله عن فيديو المحامي والمي يعرف من هو فيديو المحامي لازم تشوفون هذا المقطع اللي كان به محادثات بيني وبين يارا اللي فضحت انه اكو فيديو صورت قمر الطائي تعترف انه هي مهددة من نورمار وصورت الفيديو ويا محامي. فلما سألت عبدالله عن هذا الفيديو وكلمة حق بحق عبدالله انه هو شخص صعب يكذب هذا الشيء اللي بخلاه ينكر الموضوع ويكذب القصة، وعندما قال لي انت شخص مو موثوق اقول لك هالشيء. فخلينا نكون واقعيين، إذا الفيديو مو موجود كان نكر وقال إنه هذا الشيء مو موجود. طبعا حكيت هذا الشيء لأن هو طلع امبارح بث مباشر وصار يهاجمني. على كل هذا الشيء لازم تعرفوه إنه كل بين قمر ونورمار عبارة عن تمثيل بالسوشيال ميديا، وإن النور مهدد قمر. وش الأغرب يا حباب إنه وصلني تسجيل من رقم تركي الله أعلم من مسجل النور اللي يعترف به نورمار إنه عنده صور زائد 18 على قمر. حطكم الفويز اسمعوه. مع عمر بالنسبة على صور زائد 18 أنا لو بدي أطلع أحكي لا هي ولا أهلها استرجوا يطلعوا من باب البيت من الخجل. الموضوع غريب ولكن كل شيء صار قدامكم. عبد الله لايف ستيج استغل قمر وهددها تسوي وياه مقابله. قمر انكرت وقالت عبد الله مثل اخوها ولكن عبد الله فضح كل شيء وقال ان نور وقمر متعاركين رغم انه قمر نفسه انكرت هذا الموضوع اساس انه هو صديقة نور ولكن هم ما بينهم حاليا صداقه وانما كله تمثيل على المتابعين. وحاليا تاكيد انه نورمار يهدد قمر هذا يعني انه البنت حاليا مهدده من شخصين وهي اللي قاعد تتاذى وما حد قادر يوقف وياها ولا حد يقول ليش ما تشتكي للشرطه خلي عندكم شويه عقل. البنية ما تقدر تشتكي لان معناتها دليل وامها ما تقدر تسوي شيء لان هي وحدها لان هارون البطل دا يستغل بقمر ليش حتى يساعدها. الوحيد اللي حاول انه يساعدها واني صراحة وكل هاجمني وسبني فهذا الموضوع راح يتسكر يا حبايب بالحلقة الاخيرة من عندي وبس مع السلامة المفاجأة حق.